بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم بأجمل تحية صباحية من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، الميدان الذكي، تحفة الميادين، بدانة الدنيا دبي. انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا الخامس في تعداد أشواط صباح هذا اليوم في هذا المهرجان، مهرجان ضوء الشوط الخامس، وهو الشوط الخاص باللقاية الجعدان المحليات الأصايل. مسافتنا المعتادة والمقررة هي 5 كيلومترات. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، ننطلق بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، وأرى الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى، مع هذه الشعارات المتميزة، مع هذه الأسامي اللامعة والرنانة في هذا العالم الساحر. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرى الاندفاع أيضا، واللي قاد المجموعة، اللي قاد المجموعة منذ البداية، أرى هني المعلم حمد بن علي بن حليس العفاري يقود هذه الجموع، يلي مع المركز الثاني سراب لراشد بن أحمد بن عمهي المنصوري، ومع المركز الثالث مياح لعبد الرحمن بن حميد بن علي بن غدير الكتبي. ندور دور المركز الرابع، وأرد تسلل، أرد تسلل من شاهين بشعار عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي، ياتي مع المركز الرابع، خامس التحديات وخامس الانطلاقات. أراهني نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، ننطلق وراء التحديات القادمة في هذه اللحظات، من العساف لمحمد بن عبيد بن حلوس العامري من بدأ يتسلل وينطلق أيضا مع المراكز المتقدمة، وأرى التسلل القادم أيضا من محطم لحمد بن سالم بن حمد بن نهيان العامري، بينما انطلقنا مع المركز السابع، مع المركز السابع بأرى القدوم أيضا والتسلل الباين والملحوظ من مياس للسلطان بن عبيد بن علي بن رشيد الكتبي، ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر مع المركز التاسع، مع المركز التاسع التحديات القادمة من رماح لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قبع العامري، ينطلق أيضا مع المركز الثامن، تاسع التحديات مختار لحمد بن منصور بن هي العامري، وعاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام، أرى التحديات في هذه اللحظات من مياس لخليفة بن يوعان بن عبد الله المهيري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى، ولكن لنا عودة مع الصدارة، مع البداية، مع المقدمة، والمعلم على رأس الحربة يقود هذه الجموع بشعار حمد بن علي بن حليس العفاري. ولكن أرى التحديات، أرى التحديات من مياح اللي بدأ ينطلق مع المركز الثاني سالم بن راشد بن غدير، من يتابع انطلاقة مياح مع المركز الثاني ومع المركز الثالث، المركز الثالث أرى الانطلاق أيضا من سراب لراشد بن أحمد بن عمهي المنصوري. التحديات مثيرة والانطلاقات رائعة مشاهدينا متابعينا الكرام، والهجوم، الهجوم، ننطلق مع المركز الرابع، أرى التحديات أيضا، نتابع الإثارة. المركز الرابع وراء، أرى التسلل والانطلاق أيضا مع المركز الثالث، مع المركز الثالث، نتابع أيضا التحديات من الحدود لسعيد بن مطر بن حمد بن عنودة العامري، والانطلاق، الانطلاق لضيف لمحمد بن عبيد بن سعيد السبوسي يتسلل مع المركز الرابع، خامس التحديات. أرى هني اسم جديد بدأ يتدخل في هذه اللحظات، ما شاء الله تبارك الله شاهين
عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي، والانطلاق لمياس لمحمد بن مبارك بن طماطم العفاري، ولكن بنعود مع الصدارة. لوحة الإعلان، لوحة التذكير غادرناها، 1200 ما تبقى عن خط النهاية، والمعلم مسيطر 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 كل السيطرة على مجريات هذا الشوط بشعار حمد بن علي بن حليس العفاري. ولكن أرهني مياح، أرى مياح 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 بالسيارة، وانطلق مع مقدمة هذا الشوط سالم بن راشد من غدير يتابع يتابع انطلاقة مياح. ولكن المعلم المعلم ومياح والكوكبة ثنائية، الصراع ثنائي على مقدمة هذا الشوط، والتحديات ما بين مياح ما بين المعلم، المعلم ومياح، واللحظات الأخيرة الله 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 على هذا الأداء المتميز. ولكن مياح من بدأ يتسلل، من بدأ ينطلق، مياح مياح انطلق بناموس هذا الشوط، والمعلم المعلم من الجانب الآخر، المعركة شديدة، المعركة طاحنة على مقدمة هذا الشوط، ومياح والأقرب، مياح والأقرب، المعلم يحاول اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، مياح والمعلم، المعلم ومياح، مياح بشعار سالم بن راشد بن غدير، والمعلم يحاول، المعلم يحاول بشعار حمد بن علي بن حليس العفاري، اللحظات الأخيرة، مياح مياح بناموس هذا الشوط. سلام سلام يا مرغم سلام، اسعدت صباحا، تهانينا تهانينا من الأعماق لسالم بن راشد بن غدير على فوز مياح اللي ميح بناموس هذا الشوط. والسلامات السلامات لأهالي مرغم. المركز الثاني المعلم حمد بن علي بن حليس العفاري، المركز الثالث غزيلان لعبد الله بن علي بن حمد الفيدة، المركز الرابع التحديات أيضا لشاهين لحمد بن قريع بن روس العامري، والمركز الخامس المركز الخامس شاهين لعبد الله بن محمد بن محيروم بن محرمي. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مياح إلى خط النهاية، يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 36 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسالم بن راشد بن غدير على فوز مياح بالمركز الأول، وسلام يا مرغم السلام مع الأداء الجميل. المعلم يصل مع المركز الثاني، يأتي بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 37 ثانية، جزء واحد من الثانية. التهاني لحمد بن علي بن حليس العفاري، بينما اللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول المركز الثالث، غزيلان ياتي مع المركز الثالث 7 دقائق 39 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. التهاني لعبد الله بن علي بن حمد الفهيدة المري، تهانينا للجميع والناموس. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل، شكرا لزملائي على التواصل، وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي.